ايه ده؟ تعملي ايه يا مناع؟ تعالى اقعد افطر الاول. معلش يا امه لازم اسافر. ما ينفعش يعني اسيب عمر لايس لوحده مع ابوي في المستشفى. طب اقعد افطر الاول وبعدين ابقى اسافر. يا رأيي يا امه انا خلاص اتجوزت وخلفت. الساكي بتعاملني عن عيل صغير. مهما كبرت هتفضل في عيني صغير طول عمرك، ولا ايه رايك يا فاطمه؟ ونيان يا خاله ينفع اتكلم بعد كلامك؟ ده حتى سيمنا بقى انساني خالص. هفوتها لك يا بنت مغاوري. اه يا فاطمه انا اقدر انساكي برضك. انسيني انت يلا، روح عندها لعمه خالتي خليني اسلم عليها. هتاكلي معايا تغريد جبنة ولا عسل؟ عسل. انت اللي عسل يا عسل. يلا فاطرة قولي لي يا تغريب، نفسك ايش تروح المدرسة؟ نفسي يا ابوي بتجي المدرسة. ده انا اوديكي احسن مدرسة، اوديكي المرجديه عشان تتكلمي فرنساوي. يا سي مناع يا سي مناع. في ايه يا زرزور؟ دياب البندار انقتل. دياب البندار انقتل. لا اله الا الله، انا لله وانا اليه راجعون. امنت بيك يا رب يلي بتقبل دعاء الولايه، وحسبنا الله ونعم الوكيل. يعني انت اللي قتلتيه ولا لا يا نفيسه؟ لو انا اللي قتلته كنت درت النجع ارجز وزغرت لاني خدت بتر جوزي. ولو عايزين تقتلوني اقتلوني، انا مش هكون اعز عليكم من والد عمكم نافع اللي قتلتوه. قصر كلامك، اللي قتلتيه ولا لا؟ انا بقول له يا همام. ملك صالح انت يا مناع، وانت كمان يا ناجي، يكون في علمكم انتوا الاثنين الشك زي ما هو طايلها طايلكم انتوا كمان. ربنا خلاك تشك فيا انا كمان وتجيبني لهنا عشان اشوف دمه سايح وناري تبرد. بقول لك يا مرأة مخلولة، قسما بالله لو ما بطلت الحديد ده لكون قطع لسانك. وبتوريني مين هتكفل بعيالك يا نفيسة؟ اللي انت جاملي من الظالم قادر يربي عيالي. خبري يا نفيسة، اهدي يا بنت الناس واعدة للمال. احب على راسكم تسامحوا جوزي نافع. جوزي نافع كان خواف وضروري اللي وزه وجوه قلبه هو دياب. يمين بالله مرة لو ما بطلت كلامك الماسخ ده لكون قطع لك لسانك الزالف ده. الحمد لله فلوسنا رجعت لنا بالتمام والكمال يا نفيسة، والمسامح ربنا. انت وعيالك ملزومين مني لحد ما العيال يكبروا ويبقوا رجاله ويعتمدوا على روحهم. واكلكم وكسوتكم هديكم من بيت حسان. ربنا يجعله عامر دايما بحسكم يا سمناع. يلا قومي معاي دلوقتي يا نفيسه وخلي الرجاله يتحدثوا. تعالي هدي لك موضوع الشك وما الشك ده، لاني مقدر ظروفك وعارف اللي انت فيه. انا مضطر امشي، كان بودي همام يعني استنى معاك لحد ما تاخد عزا عمك، لكن ابوي في المستشفى وحطه خطر. معلش يا مناع ما تاخذنيش، عايزك تبلغ عمي حسان ان العيبه اللي طلعت مننا في حقكم في رقبتي، في رقبتي يا مناع، وانا ملزم باللي احكم بيه عمي حسان. خلاص فض بهسيره ولم المولد ده. هتجنن هتجنن يا مناع، نفسي نعرف مين اللي قتل عمي. انا هقول لك على الشيطان اللي لازم تروح له او تقطع راسه وتدفنها مع عمك. ومش بعيد تلاقي دم عمك على خلاجاته لانه كان منكاد منه. مين مين يا مناع؟ قل لي غيرتني. بانه هرب يا كبير. اقلب الوضع عليها واطيها، شوف اي حاجه. شوف اخرج يا كبير، عليها دم. ده دم اسود وناشف قديم. بلاد جلبيه حريني كان بيعمل عليها سحر. بقول لك يا شوقي احرق الوضع ده، مش هنشوف لها اي اثر. وتاخد معاك رجلين وتدور في النجع كله. عايزك تجيب لي ابو الحمد حي او قتيل متعلق من عرقوبه. يلا يلا يا رجال. Thank you.
لا إله إلا الله، ما دايما لوجه الله. الله يرحمك يا دياب. بقايا في حياتك يا همام؟ لا ناجي، أنا مش هاخد عزا عمي غير لما ينقتل أبو الحمد. على أي حال أنا جاي أقول لك شد حيلك، فضلش اللي أنت دلوك للعيلة، قول لهم في حمايتك ومتعلقين في رقبتك. فرصة ولد عمنا نبتدي من جديد، وبلاها زراعة الحشيش دي ولو إنها طلع من عيني.